من القاهرة ينضم إلينا الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. من القدس ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية الدكتور مائر مصري. مرحبا بكم. أبدأ من عندك دكتور سمير، ما هي أخبار التحركات التي تجريها القاهرة من أجل التهدئة؟ بيان للغرفة المشتركة يتحدث بأن الفصائل ستواصل الرد إن استمرت إسرائيل في مسألة الاغتيالات. يعني هذا أمر طبيعي، لكن مصر أعتقد أنها موجودة في الصورة منذ الاشتباكات السابقة بعد استشهاد خضر عدنان. هي كانت موجودة ونجحت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد 36 ساعة، ومنذ اللحظة الأولى استدعيت أيضا من قبل على الأقل الجانب الإسرائيلي. وزير الخارجية المصري كان موجودا في ألمانيا في اجتماع للرباعية، وحاول أن يشرك حث الأطراف الثلاثة المشاركة الأردن وألمانيا وفرنسا في المشاركة في الجهود لوقف إطلاق النار. الجديد هو أن محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية وصل إلى القاهرة بالفعل منذ صباح اليوم، وهو يجري اتصالات مع الجانب المصري حول شروط وقف إطلاق النار. وأيضا هناك أخبار غير مؤكدة أن هناك يعني قيادة بارزة من المخابرات المصرية معنية بالملف الفلسطيني الإسرائيلي سافرت إلى بيروت للالتقاء مع القيادي أو الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ربما لأنه هو المقرر فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. حتى الآن مصر أيضا أظهرت غضبا شديدا من السلوك الإسرائيلي، ربما الذي وعد بوقف إطلاق النار لفترة وجيزة تمهد لشروط الدخول في وقف إطلاق النار على الأقل قصير المدى إلى أن يتم بلورة توافق حول شروط الطرفين لوقف إطلاق النار. أنا أعتقد أنه في النهاية سوف يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، لكن في هذه الساعات مع مقتل إسرائيلي أو إسرائيلية حسب الأنباء الواردة يجب على إسرائيل، نتنياهو تحديدا الذي يفقد كثيرا من شعبيته في الشارع الإسرائيلي، 6 استطلاعات للرأي أعطته مرتبة ثانية بعد المنافسي في الانتخابات، وأيضا تمرد من بعض قادة اليمين المتطرف على حكومته، كل هذا يلزم نتنياهو برد آخر، ويلزم من الجهة الأخرى الجهاد الإسلامي بأن يرد على الشهداء والقتلى المدنيين الذين سقطوا نتيجة الغارات الإسرائيلية. وبالتالي نحن في لحظة فيها يعني طرفي رهان في الساحة، ما بين التصعيد الذي يسبق عادة التوصل إلى تهدئة جديدة، وما بين يعني استمرار الوضع الراهن. في كل الأحوال لا يمكن وفقا لخبراتنا مع الجولات السابقة من مثل هذه المواجهة أن لا يستطيع أحد من الطرفين، لا إسرائيل بكل قواتها العسكرية، أن تحسم هذه المعركة. شهدنا في حياتنا منذ 2008 وحتى الآن جولات عديدة لم تستطع إسرائيل ولم تستطع حسم هذه المعركة عسكريا. وبالمقابل الجانب الفلسطيني الجهاد الإسلامي الذي يقاتل وحده بعد أن تخلت حماس عن المواجهة، وأيضا صمتت ما يسمى بالمشترك العمل المشترك أو الجهاد المشترك العسكري من المشاركة في هذه الجبهة. وبالتالي نحن متوجهين إلى تهدئة واتفاق حول التهدئة، لكن بأي ثمن ومتى، هذا هو الذي تحكمه العمليات الدائرة الآن والتي قد تتصاعد في 24 ساعة القادمة قبل التوصل إلى تهدئة أو اتفاق حول إعادة التهدئة. طيب ما هي فرص التهدئة دكتور مائر؟ شكرا لك على الاستضافة أستاذ حسين، تحياتي لك ولمشاهدي قناة الحدث في كل مكان. طبعا أنا سوف أجيب على السؤال، قبل أن أجيب على السؤال أقول فقط أن فضل. يعني أعرب عن تحفظي لمصطلح مستوطنات ومستوطنين، يعني كيف أنه سكان إسرائيل في حدودها المعترف بها دوليا وعربيا يعني تتحدثون عنهم على أنهم مستوطنين في قناة الحدث في غلاف غزة، هذه بلدات إسرائيل. وفي حدود 67 دكتور سمير، جزء من هؤلاء المواطنين أستاذ حسين. طيب سأعود لك دكتور مائر، دكتور مائر سأعود لك فقط يعني أخذ تعليق الدكتور سمير على ما اعترضت عليه. تفضل دكتور سمير.
لا هو انا اعترض ليس على معترض لانه فلسطين سواء اسمعني لما اتكلم هو اعطاني الكلمه اسمع انا لا اتحدث عن اسمع عن دكتور مائير اعطاني الكلمه لما يجي الدور عليك تبقى تتكلم قطعني لا انا لا اسمح بالمقاطعه ابدا انا ما قطعتكش السيد اعطاني الكلمه دكتور مائير دكتور مائير بعدين بعاقب بعدين بعاقب دكتور مائير التزم ادب الحوار دكتور سمير ادب الحوار دكتور مائير الدكتور سمير لم يقاطعك أنت اعترضت على مصطلح نعم دكتور مائير أنت اعترضت على مصطلح تحدث الدكتور سمير دقيقة لا 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 اعترض عليك على كلام أعرف أعرف أنا أعرف أنا أعرف على ماذا اعترضت أنت اعترضت على هذه العبارة على كلمة كلمة واحدة أستاذ حسين تفضل 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 سأعود إليك دكتور سمير تفضل ربع ساعة كلمة واحدة كلمة أكمل جملتي تفضل أنا أود أن أقول قسم من المواطنين الإسرائيليين الذين يقصفون كل يوم في غلاف غزة قسم منهم عرب هل هم أيضا مستوطنين واللي أبوه عربي أمه يهودية أو العكس هل هو نصف مستوطن إسرائيل هذه ليست مناطق متنازع عليها أو محتلة هذه ليست الضفة الغربية وقطاع غزة هذه إسرائيل في حدودها المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجامعة العربية طيب. إذن لا يمكن أن نقول أن هؤلاء مستوطنين أو أنه بلدات وقرى الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة هي مستوطنات طيب اسمح لي دكتور مائر تفضل دكتور سمير أريد بمثل ما تحدث أريد أن يتحدث عن 174 مستوطنة يسكنها الآن أو يستعمرها بالأصح نص مليون إسرائيلي الآن يهودي إسرائيلي الآن في الضفة الغربية ماذا يسميهم لو لديه شجاعة يسميهم الآن أنهم قوات احتلال مباشرة ويحق للفلسطينيين مقاومتهم وأيضا قتلهم تفضل لا علاقة بين هذا وذاك أنت بتخلط شعبان برمضان أنا أحدث قول دلوقتي قول في كلمة واحدة كلمة واحدة هؤلاء مستوطنين ولا مش مستوطنين كلمة واحدة أراضي كلمة واحدة بمنتهى البساطة يا غطاس أراضي الضفة الغربية التي هي أراضي نعم تحتلها اسمي الدكتور سمير غطاس وفقا للقانون الإسرائيلي وفقا للقانون الإسرائيلي دكتور. نعم أقول لك أن تحتلها لا يحتل ما فيش حاجة اسمها قانون إسرائيلي في قانون دولي إذا عايز تطبق القانون الدولي تطبق القانون الدولي على أراضي الفلسطينية في 67 وبالتالي في عرف إسرائيل هي مناطق محتلة ولكن لا علاقة بين هذا وذاك لا علاقة بين المناطق المتنازعة عليها في هذه أيضا لها علاقة المشكلة الأساسية هي الاحتلال طيب دكتور مائير إذا سمحت لي دكتور مائير القانون الدولي في مكان وفي مكان آخر لا يكون قانون دولي؟ لا أستاذ حسين هناك دولة إسرائيل وهناك أراضي إسرائيل خاضعة لإسرائيل لكن هي لم تضمها إسرائيل هناك أراضي محتلة نعم إسرائيل تحتل أراضي معينة في الضفة الغربية هذا صحيح القدس وهناك عملية سلام وأنا القدس عملية القدس السلام. القدس, القدس حتى اللحظة دكتور مائر القدس طيب القدس الشرقية محتلة ولا مش محتلة؟ غلاف غزة والقدس غريب حقيقة القلب القدس يعني الشرقية 67 محتلة ولا مش محتلة؟ أنا لا أتحدث عن 67 أنا أتحدث هنا عن غلاف غزة لأنه في المقدمة قل لي القدس خليك صريح وتحدث القدس أراضي القدس الشرقية محتلة ولا مش محتلة؟ تسألني أنت بأي صفة تسألني هل أنت محاور أنت مقدم برنامج أنت قاضي في محكمة دولية بأي صفة؟ طيب. أنا هنا أتحدث عن غلاف غزة طيب. وأنت مين؟ أنت تطلع مين؟ أنا مش معترف بوجودك أصلا طيب. أنت أصلا جزء من الاحتلال طيب. دكتور... أنا لم أسمع دكتور سمير دكتور مائر إذا سمحت لي اسمع هذا عبث هذه غوغائية لا أفهم دقيقة 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 دكتور غوغائية منك عيب عليك احترم نفسك دقيقة تكلم بأدب دكتور مائير لا أقطع لسانك تكلم بأدب دكتور سمير أنا أتحفظ طبعا عن هذه الألفاظ طيب المشينة طيب ويعني من ألفاظ منك فعلا وقح وقح طيب دكتور سمير هتقول لي غوغائية لكنك قليل الأدب وأقطع لسانك إذا تطولت هذا يعرضك للمحاضرة طيب. القانونية يا غطاس دكتور مائير دكتور مائير دكتور مائير بيروح يلعب ضيفنا من القدس ضيفنا من القدس الدكتور أنا مصري نعم بالاسم طيب دكتور مائير عيب دكتور مائير نعم. أنت ضيفنا من القدس اسمك ولقبك الدكتور مائير مصري
في المقابل يجب كذلك احترام صفة الآخر. الدكتور سمير غطاس باحث وهو مفكر معروف لدى الوطن العربي جميعا، لذلك لذلك يهددني بقطع لساني. طيب طيب يهددني ببتر لساني. لا يمكن، لا يمكن القبول بذلك. طبعا لما تقول غوغائية بقطع لسانك. طيب دكتور سمير، إذا لم تستطع دكتور سمير، إذا لم تستطع القاهرة يعني مسألة النجاح بهذه الوساطة بسبب، بسبب هذا يمر مرور الكرام وتصحو ثاني. لا 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 لن يمر، لن يمر شيء مرور الكرام. سنعود إلى كل نقطة تنصف الجميع يا دكتور ماهر. دقيقة دكتور سمير، إن لم تستطع القاهرة النجاح بهذه الوساطة بناء على ما تطلبه الجهات بأن مسألة وقف الاغتيالات يجب أن تكون، وإلا ستكون ردات الفعل مستمرة، كيف يمكن أن يكون السيناريو المستقبلي على الأقل؟ أنا أعتقد أن الطرفين من مصلحتهما التوصل إلى وقف الإطلاق النار، لكن بعد أن يستنزف كل منهما الآخر. والقاهرة سبق لها أن تدخلت في مرات سابقة كانت ربما أعنف من هذه وأطول مدى، ونجحت في النهاية في الوساطة. إسرائيل تحتاج إلى هذه الوساطة بعد أن فرت من يدي نتنياهو ما أمكن له إنجازه في الأيام الأولى. نتنياهو، هذه حرب نتنياهو وليس أحد آخر. نتنياهو فقد كل مصداقية في الشارع الإسرائيلي. 6 استطلاعات للرأي تراجعت فيها شعبيته للنهاية. هو يحاول أن يستعيد لحكومته اليمينية المتطرفة، وله شخصيا ما فقده من أرض. ولذلك أنا أعتقد أن طول معركة الحرب، طول الحرب هذه ستؤدي إلى تآكل ما أمكن بين قوسين إنجازه في الأيام الأولى، ولذلك هو يسعى إلى وقف إطلاق النار. بالمقابل الجهاد الإسلامي لا يمكن أن تقاتل إلى ما لا نهاية. يجب أن يكون هناك طرف يسعى إلى إيجاد قواسم مشتركة، حلول توفيقية، عندها يمكن التوقف. القاهرة تطرح الآن توقف لساعات حتى يمكن أن يجري التفاهم مع الطرف الآخر. على إسرائيل التي بدأت هذه العمليات بالاغتيالات وقتل أطفال أثناء عملية اغتيال القادة في الجهاد الإسلامي، أن تبدأ بوقف الإطلاق النار يستمر لساعات أو لنصف يوم. طيب. على الأقل، ومن ثم يلبي الجهاد وجهة نظر المصرية حول التقارب والتوصل إلى حلول توفيقية لمطالب الطرفين. طيب دكتور مائير، ما جرى الآن ويجري هو جائزة ترضية من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لبن غفير، الذي انتقد بشدة تعامل وردة فعل نتنياهو مع غزة ومع الفصائل، قائلا له بأنك ضعيف أمام هذا الموضوع، وبالتالي جاءت هذه الحركة، أو أن إسرائيل يعني تخطط لمسألة الاغتيالات واستهدفت هؤلاء القادة وأفرادا من عائلاتهم؟ إطلاقا أنا أؤكد لك أن هذا الكلام غير صحيح، يعني وفيه الكثير من التبسيط والتسطيح. أولا، هناك في إسرائيل أجهزة أمنية حرفية تعمل بمهنية شديدة، رئيس الحكومة هو ليس لا يدخل في تفاصيل هذه العمليات، وليس هو الذي يقرر. بالمناسبة، وفقا للعرف المتبع في إسرائيل، العرف الدستوري المتبع في إسرائيل، في مثل هذه العمليات يتم أيضا التشاور مع رئيس المعارضة أي السيد لابيد، وكذلك أداء لابيد بنت في حكومة قبل عامين مايو أذار 2021 حينما اندلعت آخر مواجهة مع قطاع غزة آنذاك، كانت حماس التي بادرت، وآنذاك كذلك كانت هناك مواجهة من نفس النوع، وكان الأداء مشابه تماما، وكانت حكومة أخرى ما سمي آنذاك بحكومة التغيير. إذن لا علاقة بين ما يحدث اليوم واللون السياسي للحكومة. هذه نقطة. والنقطة الثانية، لا يوجد أي وزن إطلاقا لا ببن غفير ولا بسموتريش. وأنا بالمناسبة أذكر هنا كيف لا وزن لهم يا دكتور مائير، يعني مجرد انسحاب بن غفير من هذه الحكومة ستكون الأمور يعني ستضطر إلى انتخابات مبكرة. أسقط. صحيح، لكن لا وزن لهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي. أولا، ليس لا دورهم وصلاحياتهم لا تسمح لهم بذلك. ثانيا، ليس لديهم أي خلفية أمنية على الإطلاق. بل أنت تعرف أستاذ حسين أنه بن غفير لم يخدم بالجيش، وهذه في إسرائيل يعني وصمة عار. ولكن يا دكتور ماهر، المعذرة عندما قاطعوا جلسات التصويت في الكنيسة الداخلي، نعم، وعادوا إليها، يعني يبدو بأنهم يعني هذه العملية أرضتهم.
الأمن الداخلي لا علاقة لها بالجيش. الأمن الداخلي هي وزارة الشرطة. الشرطة في إسرائيل تابعة لوزارة الأمن الداخلي، لا علاقة بين هذا وبين أداء الجيش والقرارات الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة. والحكومة لا تتخذ القرارات عبثا، وإنما تتخذ القرارات وفقا للتوصيات تأتي من الأجهزة المعنية. دكتور سمير، ثانيا هناك صدق، اسمح لي دكتور ماهر، سأعود إليك دكتور سمير. مسألة الجوائز التي تقدم إلى الداخل من حكومة نتنياهو، سيناريو موجود بالفعل من الممكن أن يكون يعني ترضية لبن غفير، هناك انتقادات لأداء الحكومة تجاه الفصائل الفلسطينية، وبالتالي مزيد من الاغتيالات، مزيد من القصف. بالتأكيد، أولا هذه الحكومة كما أشرت في 6 استطلاعات موجودة تفقد أغلبيتها في الكنيسة إذا أجريت الانتخابات في أي يوم من يوم تشكيلها حتى اليوم. وبالتالي الحديث عن أنه زعيم المعارضة يطلع، زعيم المعارضة ليبيد ذا الأخ لم يطلع، لبيد طلب وقف العمليات الآن، قال أنه وافق على العمليات في بدايتها لكنه يدعو الآن إلى وقفها. وهذا في تقديري ووفقا لمطالعتي للصحف العبرية اليومية ومراكز الدراسات، هناك رغبة أكيدة في وقف الحرب عند هذا الحد، وخاصة عندما تصل الصواريخ إلى قلب تل أبيب وتصيب فعلا عملياتها. المظاهرات سوف تستمر عندما تتوقف هذه الحرب. لدى المعارضة التي أصبحت أغلبية في الشارع الآن أن توقف هذه الحرب لتستأنف المعارضة كفاحها ضد هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وتوقف مسألة الخيارات التي تطرحها في تجاوز القضاء الإسرائيلي وغيره. وبالتالي هناك رغبة من أولا المعارضة لوقف هذه الحرب عند هذا الحد، وأيضا نتنياهو يحرص على مكافأة ومغازلة الأطراف اليمينية المتطرفة سموتريتش وبن غفير حتى يحافظ على هذه الكتلة التي بالكاد لصمت ويريد أن يحافظ عليها حتى الآن، حتى لا يضطر إلى دخول انتخابات مبكرة يفقد فيها مكانته هو والليكود وكل هذه الأحزاب اليمينية تتراجع ويحتل محلها تحالف أكبر من الحكومة التي كانت موجودة في السابق. تستطيع يا دكتور مائير حكومة بنيامين نتنياهو أن تتحمل ردات فعل الفصائل، خاصة مع حديث الجهاد والغرفة، غرفة العمليات، بأنها ستوسع مدى الاستهدافات، ويعني الصواريخ تصل إلى 100 كيلو متر، والشارع الإسرائيلي كان معترضا على أداء الحكومة من مسألة القضاء وغيره، التكلفة ستكون كبيرة. أستاذ حسين، الشارع الإسرائيلي هو أحد عناصر الضغط حتى تستمر العمليات العسكرية في إسرائيل. اليسار في إسرائيل، وهي هذه ربما مفارقة، أنه الكثيرون يعتقدون بأنه اليمين هو أكثر تشددا فيما يتعلق بمسائل الأمن القومي، وهذا غير صحيح. اليمين في إسرائيل كان متراخي تماما في السنوات الأخيرة، ونحن طبعا نتذكر دولارات قطر التي أدت إلى حماس في وضح النهار، ونتنياهو لم يفعل أي شيء لأنه غير معني باستئناف العملية السلمية وبعودة الشرعية إلى قطاع غزة، وبالتالي هو يدع هذه المنظمات الإرهابية المعرقة تسرح وتمرخ في القطاع بدون حسيب ولا رقيب. والمعارضة في إسرائيل والسيد الذي يتحدث عن أنه لبيد ودراسات ومطلع على الصحافة العبرية ما شاء الله على الاطلاع، أي مشاهد في على قناة الحدث لديه تويتر أو فيسبوك يستطيع أن يرى حساب سيد لبيد رئيس المعارضة هو غير صحيح. هو لا 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 يدعو على الإطلاق بوقف العمليات العسكرية، بل أنه وبخ نتنياهو في مرحلة سابقة بسبب التأخير والتراخي في السابق، وهو بالعكس من أشد المنادين من تكون هناك عملية عسكرية جادة. فيما يتعلق بسؤالك أستاذ حسين، أريد أن أقول أولا سأعود إليك دكتور سمير، سيكون الحديث معك بعد أن يكمل الدكتور ماهر. تفضل دكتور ماهر. تفضل. 90% من الأهداف أنجزت حتى هذه اللحظة. حماس لم تدخل على الخط، مرضوعة تماما. الذين يتحدثون وصدعوا رؤوسنا من طهران بمسألة وحدة الساحات ووحدة الجبهات، لأي وحدة الساحات؟ حزب الله مرضوع منذ عام 2006، حماس تطاقوا على إطلاق الصواريخ، نحن في مواجهة مع الجهاد الإسلامي، قمنا بتحييد أغلب قياداتهم إلا البعض الذين هم مختبئين في جحورهم في طهران،
و90% من البنى التحتية ومن الصواريخ تم قصفها من قبل الطيران الإسرائيلي، ربع الصواريخ التي تطلقها الجهاد الإسلامي على إسرائيل سقطت داخل القطاع على رؤوس المدنيين الفلسطينيين. أي ردع أستاذي الكريم؟ طيب اسمح لي، يعني اسمح لي دكتور مايك، غير معنية بوقف إطلاق النار. طيب من يريد وقف إطلاق النار؟ من يتوسل الوساطة المصرية هو الطرف، هو الجهاد الإسلامي وحماس. طيب بحكم أنهم انها الحاكمه بامر الله والماسكه ممسكه بزمام الامور في قطاع غزه. طيب دكتور سمير، نفس الوقت الجهاد نفس الوقت، نعم اسمح لي، يعني الوقت زاد يا دكتور مائير اذا سمحت، الوقت زاد لهذه المقابله. دكتور سمير، الجهاد هي التي تتوسط من اجل ايقاف العمليات، ماذا عن لبيد؟ الدكتور مائير يقول لا، لم يصرح، هو لا يريد ان تتوقف العمليات. أنا أحيل، لا طبعا لا يمكن أن أدخل فيه في مناقشة لأنه هذا ثابت لدي وسوف أرسلها لحضرتك لتطلع السادة المشاهدين جمهور الحدث والعربية على تصريح لبيد الذي قال أمس أنه على هذه العمليات أن تقف. التصريح موجود ومثبت ومنشور في الصحافة الإسرائيلية، هذه واحدة. المسألة الثانية أنه عبثا تحاول إسرائيل ردع الفلسطينيين بشكل عام. أذكر هنا في جملة واحدة، عندما اغتالت إسرائيل في 12/11/2019 قائد وحدة الصواريخ في الجهاد الإسلامي وليس في أي طرف آخر، لن أتحدث عن حماس المرشية، هذا موضوع آخر خارج النقاش. هذا عندما اغتالت بهاء أبو العطا في 2019، اغتالت بعد سنتين أو ثلاثة الآن البهتيمي الذي عوض بهاء أبو العطا وأصبح قائدا لوحدة الصواريخ. اغتالت أيضا اليوم مثلا الشخص الذي تلا البهتيني، نعم، علي غالي، ثم اغتالت أحمد أبو دقة في كل يوم. والمواجهة الجديدة، أذكر ضيفك هذا أنه في المواجهة الجديدة سوف يصدر اسم جديد، هذا شعب مقاوم وولاد، وسوف يأتي دائما مقاومين فلسطينيين طالما أن هناك احتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تغلق باب المفاوضات والحل السياسي، فإنه في كل يوم ليس في غزة فقط ولكن في الضفة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة سيخرج مقاومين فلسطينيين. قتلتم بهاء أبو العطا، خرج البهتيمي ثم علي ثم أحمد، وغدا هيخرج أسماء أخرى تقاوم. طيب الحل هو في إنهاء هذا الاحتلال وفتح أفق سياسي لهذه الأزمة. احتلال يستمر للخمسة وسبعين سنة، هو أقدم وأخطر احتلال في التاريخ المعاصر. طيب عليه أن ينتهي ويذهب إلى مزبلة التاريخ. شكرا جزيلا لكما. هو بدأ وينهي القاهرة. هو بدأ، أنا أنهي. طيب هو طيب. بدأ أنا أنهي. لا هو طيب بدأ أخير. هو بدأ يعني للأنصاف، هو بدأ ولكنك أخذت وقتا أطول يا دكتور مائير. أنه يعني قاطعني وشتمني وهددني بقطع لساني. لا 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 كلمة أخيرة أستاذ الكريم. لا تفضل، هو 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 لم يهددك بالقتل. نحن اليوم يوم الخميس. هو أنت تحدثت نحن اليوم يوم الخميس. نعم تفضل. نحن اليوم يوم الخميس. تفضل. إذن غدا يوم الجمعة، لو وافقت حماس اليوم على تسليم مفاتيح قطاع غزة إلى الشرعية إلى السلطة الفلسطينية، أو ظلت على نهجها الانقلابي لا تود أي مشكلة، ولكن وافقت بشروط الرباعية الدولية، غدا يرفع الحصار عن قطاع غزة. لا يوجد احتلال في غزة، يوجد حصار، وحصار إسرائيلي مصري ليس فقط إسرائيلي، المعابر مغلقة من جميع الجهات. لا مصر، لا تدخل مصر في الموضوع، لا تحشر اسم مصر. شكرا جزيلا لكما. من القدس مفتوحة والمعابر مفتوحة يوميا. نعم. من القدس الدكتور مائير مصري. وكذلك أشكر الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.